خرج عشرات الآلاف من مواطني هونغ كونغ في مظاهرات اليوم مطالبين بمزيد من الديمقراطية وأعاق طرق النقل الرئيسية، كما هدد زعماء الطلبة بتمديد احتجاجاتهم إذا لم تتحقق مطالبهم باستقالة رئيس حكومة هونغ كونغ وسحب إصلاح محدود يتعلق بالانتخابات بحلول يوم الأربعاء. وكانت بكين أعلنت في آب أغسطس أن رئيس السلطة التنفيذية المحلية المقبل سيتم انتخابه وفق الاقتراع السري المباشر اعتبارا من 2017، لكن سيسمح لمرشحين أو ثلاثة فقط تختارهم لجنة بالترشح للانتخابات. وتطالب حركة أوكيباي سنترال أي احتلوا سنترال بأن يتم سحب هذا القرار وإحياء عملية إصلاح سياسية.